لازم ألقي حل. لازم لازم لازم. بسمة، أنا بدون القلم الأخضر ما راح أقدر أكمل رسمتي. هاي أكو همي الشجرة معاي. قرقور. تمام. قرقور. قرقور قرقور يا قرقور. اسمع شنو اللي صار، شنو ده نفسه مال الجاد وضيع قلمه. لحظة لحظة، عيدولي بالضبط شنو اللي صار. جاد كان دا يرسم وضيع قلم الأخضر. صح. وهسه احنا جينا يمك حتى نسألك، عندك بعرباتك قلم أخضر عندك؟ آلي قرقور عندي كل شيء بسيارتي. الأشياء العشوائية خلوني أتأكد. إيه عندك؟ جاد ما لقيت قلم أخضر هنا، بس معايا قلم برتقالي أحمر زين أزرق. لا راح أدور مرة أخرى. لقيته الأصفر. قرقور أنا كلش محتاج قلم أخضر. زين ممكن نطلب من أحد إنه يساعدنا نشوفه. فكرة ممتازة قرقور جاد، خلينا نطلب المساعدة من الكل يدورون على القلم ويانا، شنو رأيكم؟ تمام، فكرة ممتازة من صدق. يلا قرقور يلا تعالوا. هذا الشيء كلش محبط، أنا دا أحس بالإحباط بالإحباط بالإحباط. ما تقلق يا جاد، راح تشوف قلمك الأخضر. راح أروح أدور مكان ثاني. ماشي يلا بروحت. يلا جاد لا تقلق، أنا همين راح أدور وياك. يلا ندور. تمام. حلو حلو، وهيك نكون ثبتنا الشجرة اللي زرعناها. جاد شنو أخبار رسمتك؟ سلمة أنا ما راح أقدر أخلصها، ضيعت قلمي الأخضر، وأنا هسا دا أحس بالإحباط. حبيبي يا جاد عادي تحس بالإحباط، كلنا أحيانا نحس بالإحباط. تعرف حقولك على شغلة، إحنا ممكن نلقى القلم وممكن ما نلقى، بس المهم شلون راح تتعامل مع شعورك بالإحباط وشنو حتسوي على مود تقدر تكمل. شنو قصدك؟ أسوي حركة القوة. من أسوي حركة القوة أحس نفسي أهدى وأقدر أركز على مود أشوف حل. تحب نجرب؟ طبعا طبعا. يلا نبدأ. أني أقدر أسويها. أني أقدر. هاي تمام، أني هسا دا أحس روحي أحسن شوية. هسا صار عندي فكرة، شنو يصير لو استعملت لون ثاني برسمتي؟ ها؟ بالخريف أوراق الشجر تصير صفرة أو حمرة أو برتقالية. وعندي فكرة ثانية،
أقدر أستعمل ورق أخضر حقيقي برسمتي همين. صح، هالفكرة تخبل يا جاد، حلوة كلش. تمام، من صدق حركة القوة ساعدتني أحسن هواي وخلتني أتعامل مع الموقف. حلو حلو، شكرا شكرا سلمى. شو رأيكم؟ جاد رسمتك كلش كلش حلوة. فعلا يا جاد رسمتك حلوة كلش. شكرا سلمى. أنا بالأول كنت حاسس بالإحباط لما ضيعت قلمي الأخضر، بس بمساعدتكم وبفضل حركة القوة اللي خلتني أحس بثقة بنفسي قدرت إنه ألقى حل وأخلص رسمتي. ها؟ جاد 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 جبت لك كل الأشياء لونها أخضر اللي شفتها بالحديقة. جبت لك نظارة خضراء ودلو أخضر وقلم أخضر. قلم أخضر لقيته؟ شكرا قرقور. أني قرقور دائما جاهز لي. واو، شنو هاي الرسمة الحلوة؟ شكرا قرقور، استخدمت اللون الأصفر والبرتقالي وهمين استخدمت أوراق شجر طبيعية مكان اللون الأخضر. هسه فورا أروح أجيب لك كل الأشياء اللي لونها أصفر وبرتقالي موجود في الحديقة. قرقور راجع قرقور.